أول حاجة بتيجي في دماغك لما تشوف الصورة دي إيه؟ بالظبط، بس الأهم بقى لما منتخب مصر يتعاقد مع مدرب هجومي ما يكونش برضو أي مدرب وخلاص. إيهاب جلال واحد من المدربين اللي عندهم أفكار بيفرضوها على المنافسين، أسلوب لعبه هجومي واضح وفلسفته ثابتة ما بتتغيرش. فرقة بتخلق فرص وتوصل لمرمى الخصوم أكتر من أي مدرب تاني مرشح، والأرقام بتأكد ده. كمان بيعرف يتعامل مع المواهب ويطورها، بيقدر يحتوي النجوم ويقرب منهم. إيهاب جلال كمان شخصية هادية جداً وما بتهتمش كتير بالانتقادات، لكن القصة مش كلها عوامل إيجابية، أكيد في جانب سلبي. جلال ما مسكش فرق صف أول غير الزمالك، ودي التجربة اللي لم تكلل بالنجاح. بس مع المعلم اللي جبنا الدرجة التانية، مصر حققت أكبر إنجازاتها، عشان كده الصورة مش لازم تضل.